الإفادة، الخبر بالمختصر المفيد. للمملكة المغربية لنقف جميعا. سيدات والسادة ممثلو المنظمات والهيئات العربية والدولية ورؤساء المؤسسات ورجال الأعمال والمستثمرين والسادة الخبراء مقدمي أوراق العمل والجهات الراعية للملتقى، سيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أتقدم باسم المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مقام قيم في المملكة العربية، كما أود أن أعرض لكم على سعادتي بالمشاركة في افتتاح أشغال الملتقى الثالث حول دور المناطق الصناعية في جميع الأستوار والتنمية الصناعية، والذي ينعقد تحت شعار أهمية المناطق الصناعية في التنمية الوطنية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية. ولقد تفضل صاحب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بإضفاء رعايته السامية على أشغال هذا المنطقة، لما يوليه جلالته من العناية بهذا الموضوع، ولما يلعب هذه المناطق في دور قيادي في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أغتنم هذه المناسبة لأتوجه بالشكر إلى المنظمة العربية لتنمية الصناعة والتقييس والتعليم. بسم الله الرحمن الرحيم، فؤاد حلو شكر ياسين مدير جهوي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان حسيمات. كينعقد هذا اللقاء المهم حول المناطق الصناعية في حلته الثالثة، واحد السياق زمني جد 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 مهم. لماذا أقول جد مهم؟ لأنه كيجي مباشرة بعد وباء ديال الكوفيد، وكيجي إطار هذه الأزمة العالمية حول الغلاء بأسعار، وكيفاش يمكننا حنايا كغرفة التجارة والصناعة بإضافة للشركاء ديالنا ندور الدورة الاقتصادية. كما أنه أكد أنه كيجي واحد السياق زمني جد مهم، لأنه كيجي بعد خطاب صاحب الجلالة بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية اللي كان محور هذا الخطاب هو الاستثمار، وكذلك كيجي حول كيجي بعد إصدار أو صدور قانون إطار حول الاستثمار وحول المناطق الصناعية. لهذا غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان العظيمة أبت إلا أنها تتفاعل مباشرة بعد هذا صدور ديال القوانين من خطاب جلالة الملك بتنظيم هذا اللقاء، باش يمكن نعطي واحد الدفعة للاقتصاد الوطني، وخاصة الاقتصاد ديال الجهة طنجة تطوان العزيمة. اليوم الملتقى حول المناطق الصناعية، واللي كتشوفوا بان كان حضور مكثف الحمد لله في هذا اللقاء، واللي عديد كثير من الاشقاء العرب الذين حضروا معنا، وهذا يدل على نجاح ديال هذا الملتقى. هذا الملتقى هو تحت الرعايه الساميه ديال صاحب الجلاله، واللي انعم علينا بهذه الرعايه والحمد لله، واللي كنلمسوا فيه الاهتمام ديال سيدنا الله ينصرو في دعم جميع القطاعات والخصوص الصناعيه والسياده الصناعيه بالمغرب. كما كتعرفوا بان جهه طنجه تطوان حسيمه هي من اهم المناطق للاستثمار وجلب الاستثمار بالمملكه، وحنا الحمد لله حاولنا نبرزوا المنطقه ديالنا وكيف للاشقاء العرب باش نحاولوا ما امكن نقنعوهم يستثمروا بالمنطقه ديالنا. سعيد جدا بتواجدي اليوم في الملتقى الثالث للمناطق الصناعيه في طنجه، ونشكر جميع المنظمين على هذا الملتقى، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق. وفي الحقيقة نحن مجموعة من الشركات نستثمر في كثير من الأنشطة الصناعية والتجارية والخدماتية، ولدينا استثمارات وبالتحديد في شمال المغرب وخصوصا في عروس الشمال. ولا شك أنه مدينة طنجة تعتبر يعني من أفضل المناطق التي يوجد فيها فرص استثمارية كبيرة، ولا ننسى الموقع الاستراتيجي لمدينة طنجة الذي يربط ما بين قارة أوروبا وقارة أفريقيا. يوجد كثير من الفرص، ويوجد مغاربة أكفاء يحملون خبرات متعددة، ولدينا فريق صراحة من شباب وشابات مغاربة في المجموعة معنا، ونفتخر بعملنا معهم ونفتخر بعملهم معنا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق. احنا دائما صراحة نستبشر خير بمتابعة
من جلالة الملك محمد السادس فيما يخص حث المستثمرين على الاستثمار في المملكة المغربية، ونسعى إلى جذب كثير من الاستثمارات مع بعض الجهات الحكومية وكذلك الجهات الخاصة من بعض الأصدقاء المستثمرين، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق.